هلا ان شاء الله انت مصدق انه المشكله واقفه على وزير بالزايد او وزير بالناقص؟ يا ابني كبر عقلك وقعد شوف شو عم بصير بالمنطقه. لبنان منه غير حجر شطرنج على رقعه بتمتد من ايران لليمن للعراق لسوريا للخليج لتركيا لاسرائيل. والكباش ممسوك لحد هلأ بس لأنه كل واحد ناطر التاني يقول أخ بالأول. طيب ونحن نحن مجموعة أغبياء وأحجار داما وقبائل عم بتحركها ارتباطاتها المذهبية والطائفية. نحن مجموعة أوغاد وعملاء لقوى خارجية. هذا نحن الشرفاء مش أكثر من 20% بس، والباقي خاص. هذا رأيي، فكر فيه.